السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم الدكتور محمد عز، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد كلية الطب جامعة المنصورة. يمكن اللي خلاني أعمل فيديو بتاع النهاردة قصتين. القصة الأولانية أم اتصلت بيا وبتقول لي والله أنا اكتشفت إن ابنها طلع عنده مرض السيلياك، وبتقول إنها بقى لها 3 سنين بتلف وبتسأل وما كانش عندها فكرة عن المرض ديت، والأول مرة تسمع عن المرض ده. الأم التانية ابنها أصيب بمرض السكر، وفي المتابعة بتاعته الدكتور طلب إنه يعمل تحليل حساسية القمح، واكتشف إن التحليل طلع عالي وجاي عشان تعمل منظار. النهاردة نحاول نجاوب مع بعض على 5 أسئلة. السؤال الأولاني، يعني إيه حساسية القمح؟ يعني إيه سيلياك ديزيز؟ السؤال الثاني، أمتى أشك إن ابني ممكن يكون عنده مرض السيلياك؟ السؤال الثالث، إزاي نتشخص مرض السيلياك؟ السؤال الرابع، إيه هو علاج السيلياك؟ وإذا ما كنتش هقدر أعالج السيلياك، إيه المشاكل ممكن تحصل نتيجة لذلك؟ أول سؤال، إيه هو مرض السيلياك؟ السيلياك هو مرض مناعي بينتج عن إن جهاز المناعة بتاع الجسم بيبدأ يتعرف عن بروتين الموجود في القمح وفي الشعير اللي هو الجلوتين، إن هو بيتعرف عليه إن هو جسم غريب فبيبدأ يهاجمه. فلذلك الطفل لما بيبدأ ياخد الجلوتين الموجود في القمح أو في الشعير زي الموجود في العيش أو في المكرونة، يبدأ يحصل التهاب شديد في جدار الأمعاء، والأمعاء دي مع الوقت بيحصل لها نوع من الدمور الشديد. امتى اشك ان الطفل ممكن يكون عنده حساسية قمح؟ يمكن من المواضيع الغريبة في حساسية القمح ان كتير جدا من الاعراض بتاعته اعراض ممكن نشوفها في امراض كتير، بمعنى ان الطفل عنده اعراض جهاز هضمي زي الامساك المزمن او الاسهال المزمن او الاسهال المتقطع، اللي عنده اتفاخ شديد في البطن، وما يكون الاعراض ديت غير معروفة السبب، هنا بنبدأ نشك ان الطفل دلوقتي ممكن يكون عنده حساسية قمح، والافضل ان احنا نعمل التحاليل بتاعتها. رقم 2، في بعض الاعراض بنقول عليها اعراض غريبة شوية، يعني مثلا الطفل يكون عنده هشاشة في العظام، يمشي يتكسر بسهولة مرة ومرتين، الطفل دلوقتي ممكن يكون عنده سيلياك. الطفل ممكن يكون عنده التهاب في المفاصل، ممكن يكون عنده سيلياك. الاطفال اللي بيحصل عندهم قرح مزمنة في الفم والقرح دي تكون متكررة، ممكن يكون سيلياك. الطفل ممكن يكون عنده أنيميا، نقص حديد مزمنة ولا تستجيب للعلاج. في بعض الأطفال بيبقى عندهم مشاكل زي قصر القامة، أو يكون عندهم تأخر في عملية البلوغ. الأطفال دول لازم نشك أن يكون عندهم سيلياك، ويجب أن احنا نبدأ نعمل التحاليل ليهم. المجموعة التالتة، الأطفال اللي عندهم حد في العيلة عنده سيلياك، الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت، لازم نعمل لهم سكرينينج للتحاليل بتاعت السيلياك. في بعض الأمراض المناعية زي أطفال المسكرين اللي عندهم مرض السكر، أو الأطفال اللي عندهم داون سندروم اللي هو متلازمة داون، دي من الأمراض اللي بيحصل فيهم معدل أعلى من الطبيعي من السيلياك، وبالتالي محتاجين إن احنا نعمل لهم تحاليل، وإذا كان التحليل يطلع سلبي لازم يتعمل بشكل دوري مرة كل 3 سنوات. ازاي نقدر نشخص مرض السيلياك؟ تشخيص مرض السيلياك سهل جدا، بيعتمد اساسا ان احنا نعمل تحليل دم. التحليل دوت الدكتور هو اللي بيطلبه ليكي، اسمه TTG IgA والتوتال IgA، وبناء على التحليل دوت بيقدر يقول لك ان في احتماليه ان الطفل يكون عنده سيلياك ولا لا. اذا كانت الاعراض قويه وباينه، الدكتور غالبا بيبدا يطلب ان هو يعمل منظار، ومهم جدا اثناء عمل منظار ان يعمله دكتور جهاز هضمي اطفال، يعني احنا لازم ناخذ عينات من ال12 عشان نشوف معدل الالتهاب الموجود في الامعاء، ونقدر نحدد عليه معدل الالتهاب، وبنقدر نشخص عليه وجود مرض السيلياك او عدم وجوده. ايه هو علاج مرض السيلياك؟ علاج مرض السيلياك بيعتمد على حاجتين اساسيتين. الحاجه الاولانيه، نظام غذائي او حميه غذائيه خاليه الجلوتين، ويمكن حميه غذائيه خاليه الجلوتين تعتبر من اصعب الحميات اللي ممكن الطفل يبدا يطبقها، لان يعني الجلوتين موجود في حاجات كتير جدا، يمكن اساسها المخبوزات كلها والمكونات، ولكن في حاجه اسمها الجلوتين الخفي، ممكن يكون موجود في بعض الادويه، ممكن يكون موجود في الصلصال اللي الطفل بيستخدمه، ممكن يكون موجود في معجون الاسنان. لذلك لازم يكون معاك طبيب ويكون معاك اخصائي تغذيه عشان يبدا يعرفك ايه الاكل الممنوع وايه الاكل المسموح.
الحاجة التانية ان احنا نمنع حدوث مشاكل في الاطفال دول، فلازم الاطفال دول بيبقى عندهم سوء تغذية شديد، فلازم ياخدوا مجموعة من الفيتامينات، ونخلي بالنا ان كتير جدا من ادوية الفيتامينات بيبقى فيها جلوتين، لذلك لازم نتأكد ان مجموعة الفيتامينات اللي هي بياخدوها خالية من الجلوتين، ودي ادوية مخصوصة بيبدأ الدكتور يوصفها لك بشكل معين. السؤال الأخير، طيب افرض ان ابن عنده سيلياك وما تشخص سيلياك وفضل طول عمره عنده سيلياك، ايه المشاكل اللي ممكن تحصل له؟ ثلاث مشاكل أساسية أشهرهم هشاشة العظام، ولأن الطفل يحصل له كسور متكررة. الحاجة الثانية لا قدر الله العقم، ومن الحاجات الموصوفة بشكل قوي جدا في الناس المصابين بمرض السيلياك. الحاجة الثالثة لا قدر الله أورام الجهاز الهضمي موصوفة بشكل كبير في السيلياك. كان معاكم الدكتور محمد عز، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة الجهاز الهضمي وكبد كلية الطب جامعة المنصورة. نتمنى أولادكم الصحة والعافية.